غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. مساء الخير يا فندم. سلام ونعمة. سعادة القمص تدرس يعقوب ملطي؟ ايوه حبيبي. اهلا وسهلا بسعادتك، ده من دواعي سروره ان انا اتكلم مع سعادتك. اهلا حبيبي. اهلا سعادة القمص. انا قرأت التفسير بتاع سعادتك، تفسير جميل جدا ورائع، بس يعني في شيء انتبهت اليه في تفسير انجيل يوحنا. حضرتك كنت بتقول اللي هو انجيل يوحنا 21 العدد 24-25، حضرتك بتقول ان علماء المسيحية يقرون ويعترفون ان عدد 24-25 مش من كلام يوحنا. كنت عاوز اسمع تعليق لحضرتك على الموضوع ده. انا بقول انه ساعدت حضرتك، هقول لحضرتك بالظبط. ساعدتك في صفحة 941 في النسخة معايا. حضرتك بتتكلم من فين؟ بتكلم من امريكا ساعدت القمص. طب انا عندي نسبة امريكا احسن خليل. معك ورقة وقلم؟ معايا اتفضل. 714؟ لا لا حضرتك، لا انا بكلم. بتقول ايه حضرتك؟ انا مش يعني معايا نبرة امريكاني ارسلك. لا لا مش مشكلة، ما تقلقش. ما هو انا هطلبك، ما فيش مشكلة. حضرتك نسبتك كام؟ لا 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 حضرتك، انا ما يا حبيبي مش هتفرق معايا، طب بلاش. اذا انا عندي سعادة القمص ما تفرق معايا انا كمان اتفضل. يا حبيبي بلاش، مش مشكلة. سعادة القمص، سعادة القمص، يا حبيبي ما تعملش تكليف. يا سعادة القمص انا مش عامل تكليف، انا عاوز اسمع من حضرتك الاجابة فقط، مش محتاج حاجة. اتفضل. شكرا سعادة القمص. انجيل متى؟ لا يا سعادة القمص مش انجيل، انجيل يوحنا. شوف حضرتك بالظبط قلت في انجيل يوحنا صفحة 941 التفسير. يرى البعض ان هاتين العبارتين 24-25. ايوه اتفضل حضرتك. اوكي يا حبيبي. وسام عبد الله. يا سعد وسام عبد الله، اهلا يا وسام. ازيك حبيبي؟ اهلا وسهلا سعادتك القمص تضرب يعقوب ملطي. كويس. انا بشكرك على ادبك واخلاقك العاليه. لا ازاي تقول حبيبي؟ لا والله انت رمز. رمز للكنيسه المصريه. لا لا بس ماشي كده، انا غلبان. صفحة 941 بتقول حضرتك؟ نعم سعادة القمص صدر تضرب صفحة. صفحة كام؟ 941. سعادتك بتقول ان هاتين العبارتين اللي هم 24-25. انت جبت الصفحة دي من فين؟ نعم. انت واخدها من على الانترنت؟ ايوه صح، من على الانترنت مظبوط صح. لا اقول لك بقى الاصحاح معايا انا الكتاب. مش مشكلة سعادتك. اصحاح كام؟ انجيل يوحنا الاصحاح 21 الفقرة 24-25. حاضر 20. الفقرة 24-25. ابتداء من الآية أما توم أحد الاثني عشر. لا لا سوري 21 من الثاني 20. ايوه الاسعار 21 هذا البشر. حاضر حبيبي. تفضل. ثانية واحدة حاضر. وهذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، نعلم ان شهادته حق. واشياء اخرى كثيرة صنعها يسوع ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. امين. 24 اوكي. يا رابع نهايتين العبارتين 24-25. نعم. سجلهما من استلم السفر من وجه الانجيل يوحنا ليؤكد ان السفر هو من شهاده هذا التلميذ الموثوق فيه. تمام. بس ده راي بمجموعه، مش هو راي الكنيسه ولا نعم. راي الاكيد. وهو يرى البعض. وحضرتك يعني انا قرات في لا انا في رايي جزء ده موحى بيه من الروح القدس. موحى بيه لمين سعادتك؟ نعم؟ موحى بيه لمين سعادتك؟ لا يعني ده عمل الروح القدس لمين؟ الكاتب انجيل يوحنا. ما انت ساعتك بتقول الوقت راي علماء المسيحيه يرى البعض. انا ما قلتش علماء حبيبي، ما قلتش علماء، يرى البعض. قلت يرى البعض. ايوه مظبوط صح. طيب البعض ما قلتش علماء. البعض ده يعني ما قلتش ان دول صح. بس عشان دول لما بكتب دول عشان ما واحد يقرا كتاب
للناس والكريتيسيزم. طب ليه تتجاهلوا الحته دي؟ لا بالعكس، ده امانه من حضرتك تشكر عليها. فمجرد لكن في رايي الخاص طبعا، حتى لما بعلق في اي تفسير اي حته اقول ويقول يوحنا انجيل يوحنا واروح حاطط الايتين، ده رايي الخاص، لكن مش بحب افرض. بحب القارئ بيسمع هنا وهنا وهو بيدوق ويختار الحاجه الحلوه. طيب سعادتك، من اللي انت كاتبه هنا الكلام عن راي البعض اللي بيأكد ان كاتب الانجيل هو التلميذ الذي يحب يسوع، صح ولا لا؟ هو يوحنا الحبيب. لا لا، دقيقة واحدة، التلميذ الذي يحب يسوع، هل هناك أي دليل في الانجيل ان التلميذ الذي يحب يسوع يوحنا؟ الكاتب الكاتب هو التلميذ، ايه الدليل ان التلميذ بيحب يسوع يوحنا؟ أنا قرأت الانجيل بصراحة ما في أي دليل. بس حبيبي اتفضل. أثناء العشاء الأخير أيوه كان الجالس حضر يسوع استقدروا ثلاث، وطلب منه بطرس ان يساله مين اللي هيكون. النص ده حضرتك في انجيل يوحنا 13:23، وكان مرتجعا في حضن يسوع احد التلاميذ كان يسوع يحبه، لم يقل النص ان هو يوحنا، النص ما بيقول يوحنا. النص انت سوري عشان بس عشان انا تعبان بس الاسم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيك ويعافيك. نعم؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيك ويعافيك. اسال الله ان يشفيك. اسم حضرتك؟ وسام عبد الله ساعه تقوم مستدرس. بص يا اسامه اتفضل. وسام عبد الله. كله يحط كله ما يكتبش الاسم. ايوه. فالكنيسه بتعتبر أيوة. انه نوع من الابتداع، يعني لو واحد بيكتب وهيكتب عن يوحنا فهيقول يوحنا اللي كان بيحبه المسيح. لكن لانه هو اللي بيكتب فحابب ما يحطش اسمه، فقال التلميذ الذي كان يحبه يسوع. طيب. وكل البشريه. طيب سعادتك يعني عايز ودي وضحناها قبل كده في اكثر من تفسير. سعادتك هو بيحب كل البشريه. لكن كل ما تغرس تاخد، زي مثلا حضرتك لو عندك خمس ولاد. نعم. ولد اول ما بيشوفك داخل يجي متنطط تروح تحط ايه يعني متشعبط فيك. نعم. انت ما اديتوش حب اكثر من الباقيين. صحيح بتحب الخمسه، لكن ده اخذ الداله، فاي واحد يبص يقول لك الولد اللي بيحبه باباه ده. لكن هو الحقيقه باباه بيحب كل البشريه. طيب. يعني بيحب كل البشريه، بس يوحنا كان عنده حته الداله للشيء ده. طيب سعادتك استاذ مالطي لو تسمح لي سعادتك، اسال الله سبحانه وتعالى يديك العمر يعني يعقوب. لا عمري انا ايامنا يعني بس دقيقه واحده بس دقيقه واحده. اللي انا اقصده حضرتك اللي كلنا هنموت. كلها من طبعا. الوقت سعادتك احد المفسرين للكتاب المقدس في مصر، اما حضرتك تنتقل الى العالم الاخر ووجدوا تفسير، هذا التفسير مش مكتوب فيه ان المفسر هو سعاده القمص تدرس يعقوب ملطي، ولكن الناس قالوا لا ده هو اللي كتبه بس الراجل متواضع وما كتبش اسمه، هل حد هل نقبل هذا الكلام؟ كلام لا نقبله، لا نقبله. في مليون مفسر، ازاي نقول ده بتاع تدرس يعقوب ملطي لما اخذ في الاسم يعني؟ وان ما ينفعش يا سعاده القمص، ما ينفعش نقول ده يوحنا بس كان متواضع، ما ينفعش حضرتك يتلو كتاب وسام. احنا لما بناخد الراي أيوة. بناخد الفكر عن طريق يعني انت عارف ان بنعتبر التقليد ليه دور كبير. نعم. ايوه نعم اتفضل. فهو احنا استلمنا من التقليد من القرون الاولى، وفي دليل لاقوال اباء كثيره في مخطوطات انه بينسب هذا الكتاب او هذا الفكر ليوحنا الحبيب. مخطوطات؟ مخطوط المخطوطات لحضرتك؟ سواء اليونانيه او القبطيه او غيره. فعايز اقول حتى في الاقوال يعني مش بس طبعا زمان الدراسه غير دلوقتي، يعني ما كانش فكره الكنيسه الاولى معاهد بالطريقه العلميه بالطريقه هي، لكن لما يجي اي اسقف او كاهن او دارس في الكتاب المقدس او معهد زي مدرسه اسكندريه وهو بيتكلم ينسب يقول ان الكنيسه او يعني بيعتبر ان الكنيسه بتنظر لهذا الشكل ان كتبه انجيل يوحنا. طب يا سعاده القمص حضرتك طب انا هسالك سؤال معلش بعد اذنك تحت عمرك اتفضل. احنا اتفضل. انا يعني مش عارف، انا بحس ان الكتاب المقدس نعم شغل رسالته الاولى نعم انه يحمل الانسان عشان يدوق الحياه السماويه. ممتاز. يعني عايز اقول ايه؟ أيوة. لو هندخل في المجادل النقاد اللي هم بتوع الكريتيسيزم ايوه زي ويست ذا تايم في ايه؟
لانه اي حاجه ممكن يقول لك طب ايه اللي يثبت لي دي وايه اللي يثبت لي دي. حلو ان في يكون في دراسه ودراسه علميه وكل حاجه كويسه، لكن التقليد لدور كبير ويعتبر من الدلائل الكويسه. طيب. وفي كتب لو حبيت، بس انت عارف لما انا بكتب أتفضل. يعني انا مش بكتب كثيولوجيان، انا بكتب ككاهن. نعم. يعني صراحه كده خلينا صراحه صح، يعني انا مش استاذ في جامعه صح، انا بيهمني شعبي يذوق ربنا احسنت ويعيش في السماء. أيوه. ويحس بيها. نعم. يعني ما يسرني في انجيل يوحنا ازاي يرفع القلب ويذوق كلمه الله المتجسد ويذوق عمل الخلاص اللي فيه. مش مهم طب مين الكاتب بس عبد الخمس، مش مشكله، مش مشكله. يعني ايه مشكله لو رحنا هنا يعني حتى يوحنا احنا مجرد، لكن ما يشغلني انه واحد باء وعاش وكان قريب من المسيح وكتب لنا حقائق بنستفيد منها. واحنا نعرف منين هو قريب من المسيح سعادتك اذا كنا مش عارفين مين الكاتب؟ ده انت عارف. بص ما دي بقى اللي بيسموها ايه؟ التشكيك المستمر. لما كل كلمه هتقول تعرف من ايه؟ لكن لو عايز حاجات زي كده في دراسات كامله بتمسك حاجه زي كده تكتبها. يعني لو انت هتمسك كل نقطه وتسيب الموضوع الرئيسي هعرف دي من فين، فتجيب مثلا يوستين مثلا في القرن الثاني قال كذا، اوريجانس في القرن الثاني قال كذا، العلامه تسليان قال كذا، فكل الكنيسه في القرن الثاني دي واحده ساعه القمص. انت شهدت الوقت بثلاث اباء للكنيسه، وهؤلاء الثلاث اباء يقولون كانوا بيؤمنوا بنظريه التدني وان يسوع اله ثانوي او اله تابع للاب في مستوى الاب. لا 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 ايوه صح. اجيب لك انا ممكن اجيب لحضرتك الشواهد. ها؟ بيؤمنوا بنظريه التدني ان يسوع اله ثانوي او اله تابع للاب. اللي حضرتك ذكرتهم. وانا اقدر اجيب لك من كتاباتهم ما يثبت انهم يؤمنوا ان المسيح واحد مع الاب في ذات الجوهر. طب اذا كان واحد مع الاب في ذات الجوهر ازاي بيؤمنوا سعادتك بما هذه النظريه ان الابن اقل من الاب؟ وكانوا والنصوص اللي بيستخدموها مثل ابي اعظم مني، ابي اعظم من الكل، فكان يقول دول يا حبيبي الاريوسيين يا سعاده القمص ليس ارسيين، انا بتكلم عن اورجانس ترتليان ويستانس الشهيد اللي انت ذكرتهم الثلاثه. بص انا ممكن يعني عايز اقول لحضرتك انا بدي على مثال ان دول قالوا ان يوحنا اللي كده. نعم. لو عايز اتكلم عن لاهوت المسيح ممكن اجيب لك الشواهد دين يعني لو عايز ابعت لك ايميل او حاجه فيها الدلائل على لاهوت المسيح. ممتاز. من كتابات الكنيسه الاولى. طب سعاده القمص سعادتك طبعا اكيد عندك علم بعلم النقد النصي تمام؟ علم ايه؟ النقد النصي. طبعا بس انا يعني مش تخصصي. انا بيشغلني كباستور ككاهن او كخادم ما ازاي يدوق المسيح حلو. طب لكن موضوع النقد عندنا في واحد هنا في اسكندريه ممكن اديله الايميل بتاعك كاتبه بعض زي ما انت عايز. لا بتاع اسكندريه حضرتك انا اتصلت بيه وهو هو مش متخصص في النقد النصي. انا كلمته هو غير متخصص في النقد النصي. غير متخصص. طيب حضرتك عايز بالذات ترد على ايه؟ اديني السؤال ولا ابعت لك؟ طب لو نقدر حضرتك بس باختصار شديد ما هو حضرتك انت بتساعدني من نقطه لنقطه لنقطه هتخليني ابطل كل حاجه واقعد ارد على النقط دي. قول لي ايه الحاجه اللي انت عايزها؟ انا هكتب لك عنها لكن لا. مش هنمسك كل نقطه. يعني مره واحد بعت لي 15 صفحه كلهم اسئله، دول عشان ارد على 15 سؤال 15 صفحه كل سؤال كل صفحه 30 سؤال في الكتاب المقدس. لا يبقى 15 في 30 450 سؤال، يبقى هسيب كل خدمتي عشان ارد على ال 450 سؤال. لا ساعتها لكن الحاجه انا كخادم وكانسان بيحب الانجيل بكتب ما هو لنفع الناس وبعتمد على كتابات الكنيسه الاولى. ممتاز. احنا الان زائد التفاسير الحديثه مش برفضها، يعني بدليل ان احيانا باخد بعض التفاسير الحديثه. لا لكن في حاجات بنقبلها وفي حاجات ما بنقبلهاش. بس دي واحده سعادتك احنا بنتكلم الان على كتبه الاناجيل وكتبه العهد الجديد. حضرتك عملت مقدمه على رساله العبرانيين وجبت اراء علماء المسيحيه وقلت ان خاصه الغرب كاتب طبعا كاتب الرساله مجهول. هذا اتفاق عام من كل علماء المسيحيه في الغرب ان كاتب رساله العبرانيين مجهول. انا ما قلتش كلهم.
اتفضل. قلت مين حضرتك؟ قلت مين؟ مش معايا الكتاب دلوقتي. حضرتك بتطلع من حتى لحتى؟ لا مش بطلع. انت بتفتك معايا يعني. انا بتكلم على كتب يعني انت مجهز كام سؤال؟ لكن زي ما قلت مثلا على كلمة بعض قلت كل. لا انا بقولش الكل. لكن بقول في اتجاه في الغرب بيقول كذا كذا. لكن اتجاه الكنيسة الاولى دايما بتبص للعبرانيين انه ده كاتب بولس الرسول. اقول لسعادتك حضرتك كاتب اهو كاتب الرسالة. بتقول حضرتك تحت عنوان كاتب الرسالة. اذ لم يكتب لم يكتب واضع الرسالة اسمه في صلبها اختلف الدارسون في نسبتها منذ عصر مبكر. ففي الغرب نسب العالم ترتليان رجل القرن الثاني الرسالة وهكذا. فانت حضرتك الوقت بتقول بس انا قلت كل الغرب بيقول كده لان في كتب في الغرب برضه بتعتبر الرسالة العبرانيين دي بولس الرسول. وحضرتك قلت ويمكن ان نلخص نظرة دارسين الرسالة في الاتي ان كاتب الرسالة هو بولس. وقلت حضرتك سادة هذا الفكر في الكنيسة الشرقية منذ بداية انطلاقها واستقر فيها في بعض الكنيسة الغربية. بعد كده حضرتك قلت كاتب الرسالة هو برنباس العالم ترتليان. وبعدين قلت كاتب الرسالة لوقا البشير ذكر عالم أرجانس هذا الكلام. ده الآراء الموجودة. طيب موضوع الآباء الكنيسة سعادتك كان في اختلاف منذ الأول يا حبيبي إن الكاتب مجهول. هسألك سؤال هو كل الآراء هي معصومة من الخطأ لكن في الرأي اللي هو التقليدي السائد وفي ناس زي أريس مثلا بيطلع له بزفات ويقول إن مثلا المسيح مشهور والله ويعني فما أقولش لأنه مثلا من القرن الرابع يبقى هو ده صح. ساعتكم مستدرس انا لا اتكلم على اريوس انا بتكلم على اباء الكنيسه. اتكلم انا بقول لك ما في يعني اوريجانس في اخطاء. ماذا قال اوريجانس على رساله العبرانيين حضرتك تعرف سعادتك؟ ماذا قال اوريجانس؟ بص هقول حاجه لحضرتك عشان بس ايه نوصل في المناقشه لحاجه عمليه. حط لي اسئله محدده واقول لك الرد عليها بس لازم هطلع يعني اطلع الدراسه عندي مجموعة وابعثها لك مكتوبة على ايميل. لكن مش معقول حتى تطلع لي من استاذ يوحنا كذا سؤال وبعدين العبرانيين يعني صعب ان انا وحتى انا كتبي نفسها ما عنديش كل النسخ. فحضرتك قول لي ايه السؤال المحدد وانا ارد لك عليه. طيب احنا الان بنتفق سعادتك على لا اديني سؤال محدد لو سمحت عشان ايه؟ ما نديش حضرتك سؤال محدد. كنت تطلعني من كتاب لكتاب ومن كده واحد لواحد قول لي ايه السؤال اللي انت عايزه وانا بتاع خليني كده عملي. ما انا بكلم حضرتك الوقت على كتبة الاناجيل والعهد الجديد. خلاص حضرتك الاناجيل هرد عليك وديني ايميل ابعته. لا يعني هل في امكانيه حضرتك ناخد كتاب كتاب اديني ايميل ابعت لك عشان ما اقولش كلام وانا اتجاهي احب دايما حضرتك بتقولي عايز الدليل على الاناجيل الاربعه مين اللي كاتبهم ممكن انزلهم لك كبحث صغير وابعتهم لك ايميل عشان يبقى كلام علمي صح واقول لك الكتاب الفلاني صفحه كذا الكاتب كذا. انا عندي فكره لكن عشان وانا كده على الماشي اديت اجابه وتطلع اي اجابه مش صح. تمام خلينا مدققين لان ده موضوع يخص يعني الكتاب المقدس. عايز اني سؤال دي السؤال انا ارد لك طب ايه راي سعادتك لو اتصل على حضرتك بكره ونتكلم في الموضوع ده من هم كتب لا انا قصدي هقول لك حاجه عامل عمليه اسال الله يشفي التوفيق يا رب العالمين. وبعدين مضطر حضرتك اديني ايه السؤال وانا ابعت لك الاجابه كتابه. طب خل اتصل بحضرتك بعد اسبوع. ما احبش الكتابه بصراحه اعذرني انا بحب. انا مش حابب اقول لك انت اكتب ده اللي حد. ايوه بس انا احب يكون في نقاش بالصوت يا حبيبي كتابة. انا كمان عشان يعني بقول لك انا بكلمك وانا عامل عمليه بيبقى صعب الحجز والعصر والوقت ضيق لان مرتبط عايز تكلمني دلوقتي انا لسه كان عندي مجموعه جايين من قبرص طالبين حاجات لازم اخلصها فلازم اخد كل حاجه بتاخد وقتها فتديني السؤال اجهزه لك وممكن اتصل بيك او ادو لك بالجيم زي ما انت عايز. طيب سعادتك طيب انا هسيبك عايز ايه السؤال؟ السؤال من كتبت الاناجيل ان شاء الله خلاص خليك بس مش هقدر بسرعه لان لا خد وقت كان عندي مجموعه من قبرص طالبين مني حاجات لازم اخلصها 13 موضوع طالبينهم مني. طيب. مين كتب الاناجيل؟ اسمه حضرتك الاستاذ وسام وسام عبد الله. وسام وسام يا سعادة تكون مستضيف. يا حاج اكتب لك تشد تليفونك واتصل بيه لا انا مش عايز انا هتصل بحضرتك بعد اسبوعين وسام عبد الله. اوكي انا اللي حاضر. اوكي. متشكرين جدا سعادة تكون مستضيف. انا عارف حبيبي ربنا معاك. ربنا يحفظك ويحفظك العافيه.
واسال الله العلي العظيم ان يشفيك ويعافيك يا سعاده القنص. تعيش حبيبي ربنا معك. في امان الله سعاده القنص. سعاده القنص تدرس يعقوب ملطي، شفته؟ سعاده القنص تدرس يعقوب ملطي. وهتسمعوا ان شاء الله التسجيل بعد ما نخلص الاتصالات، هتسمعوا التسجيل تاني. سعاده القنص طبعا هرب لان ما في شيء، ما عنده معاصمه. مفسر المعتمد في الكنيسه المصريه. المفسر المعتمد في الكنيسه المصريه. هو ده ردنا عليكم على سب الله ورسوله. هو ده ردنا عليكم. هو ده ردنا عليكم. هو ده ردنا عليكم. بس. مساء الخير يا فندم. ألو. مساء الخير، سلام ونعمة يا فندم. سلام ونعمة. سعادة القنص لوقا هلال موجود لو تكرمتي؟ مين معايا؟ أسامة عبد الله مع حضرتك لو تكرمتي. حاضر لحظة. شكرا يا مدام. مساء الخير يا فندم. الو. مساء الخير. الو. سعاده القنص لوقا هلال سعيد. ايوه. مساء الخير يا فندم. لعلك بخير. مين؟ لعل سعادتك بخير انت والاسره الكريمه الطيبه. متأسف. الحمد لله نشكر الله. متأسفين على ازعاج سعاده القنص. مع حضرتك اسامه عبد الله يا سعاده القنص. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سعاده القنص. انا قرات في الانجيل نص جميل يعني، فقلت لو في امكانيه كانت تقول مستعدين للجواب على كل ما نسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بكل وداع وخوف. فلو في إمكانية كان عندي سؤال، لو في ممكن يا سعادة القنص ممكن؟ ربنا وحشتني من النوم دلوقتي مش مركز يعني. حضرتك مش مركز؟ متأسف يعني. هل في متأسف على زعلك، هل في إمكانية خمس دقايق مع حضرتك ولا؟ ما أنا مش مركز الحقيقة خالص يعني. طيب أتصل بحضرتك غدا تكون موجود سعادتك؟ طب ليه حضرتك اخترتني أنا بالذات يعني؟ أنا حضرتك يعني في ناس قالوا لي يعني عندك معلومات ممتازة عن الكتاب المقدس وعامة يعني من كبراء القوم في مصر في المشهور يعني. فهل طب ممكن أتصل؟ ولا مشهور ولا أنا يعني ولا مشهور ولا حق. ده تواضع يا سعادة القنص، ده تواضع من سعادتك. لا تصلني لا مشهور ولا غيره. طيب هل في امكانيه اكلم حضرتك الوقت ولا اتصل بحضرتك غدا تكون ها؟ شوف اي حد ممكن يدي لك معلومات، لكن انا ما عنديش معلومات يعني. لا مش معلومات سعادتك، انا كنت اسالك سؤال في المسيحيه بس. انا صدقني مش مركز جدا، صحيتني يمكن. طيب ممكن اتصل بحضرتك غدا ميعاد يكون مش المعدي قبل الوقت بساعه مثلا او ساعتين. خلاص انا هتصل بحضرتك غدا ان شاء الله. ومتشكرين جدا سعادة القنص لوقا. في امان الله، مع الف سلامة. بلاش اسمه، نجرب نتصل بيه غدا ان شاء الله، صح؟ بس خليني اكتب اسمه على ورقة كده، تمام؟ نحاول معه بكرة غدا ان شاء الله. كيفك يا تاج؟ لعلك بخير يا تاج. مساء الخير يا فندم. تنور مين؟ سعادة القنص بخوميس فؤاد. ايوه مين؟ وسام عبد الله مع سعادتك يا سعادة القنص. وسام عبد الله؟ وسام عبد الله. وسام عبد الله؟ ايوه يا سعادة القنص. مين حضرتك؟ يعني نعم. اي خدمة ليك؟ الله يبارك فيك يا سعادة، ربي يباركك ويبارك خدمتك ويبارك تعب محبتك. كيف الحال والأسرة الكريمة؟ لعل الكل بخير إن شاء الله. ويكون سعادتك بخير وسلامة. الله يبارك فيك، تعيش. تعيش يا سعادة القنص. أي خدمة. ظالم يا سعادة القنص، يعني أنا سمعت عن حضرتك اللي أنت فاضل يعني، فقلت أتكلم معاك لو في إمكانية خمس دقايق. سمعنا سعادة القنص يا بخوميس؟ أنت حضرتك فين؟ أنا في أمريكا سعادة القنص. آه. سعادتك كنت قرأت في الإنجيل في رسالة بطرس
مستعدين لمجاوبة كل ما نسألك على سبب الرجاء الذي فيكم بكل وداع وخوف. ف يعني اتشجعت اتصل بحضرتك، وكان عندي سؤال بس في الانجيل لو في امكانية حضرتك ترد عليه. ومين عرف حضرتك نمر فيه؟ حضرتك اشهر من النار على العالم يا سعادة القمص بقميص فؤاد، كل الناس تعرفك. نعم حضرتك مشهور ما شاء الله سعادة القمص. لا يعني ازاي عرفتني؟ ما انا بقول لحضرتك انت سعادتك مشهور. حضرتك اصلا من مصر؟ اه طبعا انا من مصر سعادتك، وحضرتك معروف في مصر. فكنت بسأل سعادتك في موضوع انجيل مرقص، يعني كنت عاوز اعرف مين كاتب انجيل مرقص، لان قرات في الانجيل تلميذ اسمه مرقص، فمن اين اتى مرقص كاتب الانجيل؟ لا مرقص رسول من السبعين رسول اللي اختارهم السيد المسيح. الكتاب المقدس الانجيل ما فيش اي ذكر للسبعين الذي اختارهم يسوع. لا لم يذكر كل اسمائهم، لكن هم أيوة. مذكورين عددا، يقول بعد ذلك عين الرب 70 اخرين. نعم الكلام ده في انجيل لوقا الاصحاح 10:1، لكن لم يذكر اسمائهم. عرفنا منين بقى ان مرقص احد التلاميذ السبعين؟ من التقليد. من التقليد والتاريخ، مش ممكن يكون ال 70 ما لهمش اسماء يعني. ممتاز. طب حضرتك سعادتك من التقليد المسلم. طيب سعادتك مرقص مين سعادتك؟ يعني هو شخص معين معروف؟ هو يعني من ليبيا والطيران وبشر في مصر وبشر في الخمس مدن الغربيه برضه. يعني حضرتك وهو كان كتب للرومان يعني. يعني سعادتك تقصد يوحنا مرقس التلميذ الذي هرب، الشاب الذي هرب يوم القبض على يسوع. هو ايه الدليل بقى ان هو ده الكاتب سعادتك؟ يعني لم يذكر اسمه، ما فيش اي دليل ان يوحنا مرقس الشخص الذي هرب عريان في يوم القبض على يسوع كاتب، ايه الدليل؟ مش كل شيء اتكتب في الانجيل. نعم. النواحي التاريخيه اللي فيه مخطوطات وتقليد يأيدها ويأكدها، يعني دي حاجات مسلمه وما لهاش نزاع يعني ولا خلاف. حضرتك قرأت في النقد النصي يا سعاده القمص بخميس؟ في ايه؟ النقد النصي. النقد النصي؟ ايوه سعاده القمص بخميس. مين مؤلفه ده؟ مين مؤلفه؟ حضرتك ما قرأتش قبل كده سعادتك ابدا؟ لا انا ما مرش عليا الاسم ده. ما بتدرسوش في الكليه سعادتك النقد النصي؟ ما اعرفش، انا ما اتخرجتش من الكليه الكليريكيه. طيب سعاده القمص، النقد النصي هو عباره عن علم خاص بالكتاب المقدس. هذا العلم بيحاول بقدر الامكان سعادتك ياتوا بنص اقرب ما يكون الى الاصل. تمام؟ تمام؟ المخطوطات اللي سعادتك بتقول عليها ما في مخطوطه مكتوب عليها مثلا الكاتب مثلا التلميذ كذا، وما فيش مخطوطه بتقول كده سعادتك. المخطوطات حضرتك ألميت بكل المخطوطات يعني؟ المخطوطات موجوده على الانترنت سعادتك، ممكن تصل لاي مخطوطه انت عاوزها، كل شيء موجود. فما نقول لسعادتك ما فيش مخطوطه مثلا يقول لك انا فلان الفلاني انا مرقص تلميذ يسوع كاتب الانجيل. نفس الطريقه حضرتك في انجيل لوقا، انجيل لوقا التقليد يقول كاتب انجيل لوقا هو لوقا تلميذ بولس، لكن هل هناك دليل ان هذا الشخص بالذات هو الكاتب؟ طبعا الانجيل ما فيش لوقا لم يكتب، لم يعرف عن نفسه، وما فيش ساين سيجنتشر امضاء ولا شيء. سعادتك بيقول في بدايه ستر الاعمال، ايوه بيقول الكلام الاول انشات يسوع في لسان جميع ما ابتدى يسوع قالوا علم به. احسنت. وقد تتبعت كل شيء من الاول بالتفكير. سعادتك انجيل لا انجيل لوقا واعمال الرسل يؤكد ان الكاتب واحد. تمام. ايوه صح، لكن هو لوقا. لا هو لوقا مين بقى سعادتك؟ هو ده بقى الشاهد. ايه الدليل ان هو لوقا اللي هو تلميذ بولس؟ ايه الدليل؟ يعني هي مش مجال للشك عشان نقول ايه الدليل، ما هو التاريخ بيثبت كده. وإذا كان عندك دليل إنه اللي ما كتبهوش لوقا واحد غيره قول لنا عليه حضرتك وقول لنا الملجأ بتاعك يعني. ممتاز. سعادة القمص هي عملية كتبة الأناجيل، إنجيل مرقص وإنجيل لوقا هناك تقليد من الكنيسة إن الكاتب مرقص اللي كان بيسافر مع بطرس واللي كان بيسافر مع بولس وهو الذي هرب في ليلة القبض على يسوع، لكن هل هناك دليل من كده؟ لا. العملية عملية بس تقليد استنتاج. اتنين لوقا بنفس الطريقة هناك. طيب يعني استأذن حضرتك يعني ديانتك ايه؟ انا ديانتي حضرتك انا مسلم بس دارس متخصص في الكتاب المقدس.
حضرتك بالنسبة مثلا مثلا حتى لو رحنا الى انجيل يوحنا، انجيل يوحنا من الكاتب؟ سعادتك تقول يوحنا صح؟ احنا يعني لدينا مراجع مسلمة لينا. ايوة. ودي برضو كتبوها شراح وناس يعني على مستوى كفاءة. ايوة مراجع سعادتك. لكن ايوة مراجع سعادتك. واحنا مسلمين بيها. ايوة مرجع سعادتك. ايوة مرجع سعادتك. نعم. ايوة مرجع سعادتك قمص بخمس فؤاد. ايوة مرجع. أي مرجع حبيبي؟ في مراجع لأبونا متى المسكين، وفي التفسير التطبيقي، وفي يعني مؤلفين كثير. طب حضرتك حضرتك عندك نعم. حضرتك عندك التفسير التطبيقي؟ موجود عندي. طيب دقيقة واحدة، التفسير التطبيقي روح صح. طيب أقول لك يا أستاذ أسامة. نعم. أنا تسمحك يعني إن أنا عندي قداس الساعة 3:30 الصبح؟ بعد ساعتين بالظبط. طب ممكن خمس دقايق تاني بس حاله بدري 3:30. طب ممكن خمس دقايق كمان؟ انا يعني سعيد بمكالمتك، لكن يعني انا ما كنتش يعني مستعد للتوقيت ده. طيب سعاده القمص، في امكانيه اتصل بحضرتك بكره في وقت يعني بعد قبل ساعتين من الوقت او قبل ساعه لو في امكانيه اكلم حضرتك 15 دقايق ممكن؟ انا ما عنديش مانع، بس المواضيع اللي هي محتاج اخيا، انا يعني محتاج ان يعني نرجع لمراجع اصليه فيها الكلام ده. تمام. هي ما هياش مجال للشك. ايوه. ولا مجال للبحث، لكن هي مراجع جاهزه عندنا والكنيسه اعتمدتها، فممكن الناحيه التاريخيه دي اذا كنت يعني تحتاج ما يزيد من الاثبات في كتب تاريخيه متخصصه، ممكن حضرتك تقراها وتشوف المؤلفين بتاعها. طب اسمعني، واذا كان عندك تساؤل او شك فيها ممكن حضرتك تسال المؤلف اللي هو اصلا بيالف الكتب دي. واعتقد يعني اسئله حضرتك تدر على انك جاري ودارس، فممكن المراجع دي تقراها وتشوف وتراجع، يعني اذا كان لديك شك في هذه المراجع اسال مؤلف المرجع يقول لك ايه الاصول اللي جايب منها. طب بس اسمح لي، لكن اذا كان نعم اسمح لي سعادتك بس في دقيقة واحدة، أو تكرمت عليا سعادة القمص دقيقة واحدة بس. حضرتك اتكلمت في اللي هو التفسير التطبيقي، لو حضرتك معاك التفسير التطبيقي ارجع إلى صفحة 2666. إيه الغرض؟ حضرتك عايز تتأكد ولا حضرتك شاكك في الموضوع؟ لا مش شاكك، أنا بس هقول لحضرتك حاجة، أنت بتقول ارجع للمراجع، المرجع معايا هو. أيوه أنا بسأل حضرتك بتسأل من أي منطلق؟ ما انت سعادتك بتقول المراجع بتاكد ان الكتبه تلاميذ للمسيح. ايوه انت بتسال حضرتك من اي منطلق؟ من منطلق حضرتك طالب طالب انك تفهم طالب انك تفهم ولا شاكك في الامور دي؟ وتعرفون الحق عشان يختلف. أيوة. يختلف الامر يعني. ما انا برد على حضرتك، وتعرفون الحق والحق يحرر. انت ايوه حضرتك بترد عليا، انا ما تساءلتش، حضرتك اللي بتتساءل. ايوه انا بقول لحضرتك اذا كنت في شك ارجع للمراجع الاصليه. ما هو المرجع معايا اهو سعادتك، كنت مش عاوز تسمع. لان الكتاب بيقول كونوا مستعدين لمجاوز كل ما نسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوضعكم. طبعا الرجاء ده هنا يخص الخلاص. انما احنا ما عندناش ادنى شك في المسلم بين ايدينا، والادله التاريخيه اللي بتدل عليه مخطوطات محفوظه في المتاحف واشياء على مستوى الباحثين. واحنا ليس لدينا اي شك، عايز المرجع الاصلي بتاعها يبقى حضرتك تسال الباحث الاصلي. لكن انا مش شاكك فيها، عايز مرجعها الاصلي حضرتك يعني في ناس متخصصه الكلام ده عشان ترد على الناحيه التاريخيه. يا سعاده قمص بخمس، حضرتك قلت التفسير التطبيقي، التفسير التطبيقي في رساله العبرانيين بيقول تحت عنوان الكاتب، لان اسم انا معلش انا بستسمح حضرتك لان انا عندي قداس فعلا بعد ساعتين. خلاص احنا توقيتنا هنا في مصر 1:30 مساء صباحا. لا حضرتك يمكن فرق السبع ساعات عندكم انتوا او تسع ساعات. الوقت اتغير يا سعاده القمص، الان 12:30 في مصر مش 1:30 فعلا. نعم. وانا يعني هصحى الساعه 3 عشان عندي قداس. خلاص يا سعاده، انا قمت دلوقتي من النوم عشان اشوف التليفون. ماشي يا سعاده القمص بخمس فؤاد، نتصل بحضرتك غدا قبل ساعتين من الوقت يكون حضرتك عندك وقت. متشكرين جدا. اذا كان لديك اسئله من الناحيه التاريخيه
فأنا بقول لحضرتك ارجع للمراجع الأصلية والمكاتب المكتبات المسيحية غنية بالكلام ده. يعني ما اتصلش ببكرة ولا اتصل بساعتك؟ احنا يعني تشرفنا بسماع صوتك. يعني اتصل بحضرتك بكرة ولا لا يا سعادتك؟ لا لا ما انا برضو بكرة عندي قداس وعندي اكاليم زواجات وعندي اجتماع. يعني سعادتك ما عندكش رد؟ انت حضرتك بتحن على الكتب لان ما عندكش رد، صح يا سعادتك؟ لا فؤاد، ما هو انا قلت انت لو عندك رد قلت كتب ايه حضرتك، انا بسالك تقول لي روح اقرا في الكتب، انا بسال سعاده القمص بخمس فؤاد تقول لي روح للكتب، كتب ايه اللي هروح لها؟ المراجع الاصليه اذا كنت حضرتك في شك. يا سعاده القمص بشك يرجع للمراجع دي. يا سعاده القمص ما في حاجه اسمها المراجع الاصليه من الاساس. الناحيه التاريخيه يا سعاده القمص، الناحيه التاريخيه ليها المتخصصين فيها. يا سعاده انت بتشك في اصحاب الكتابه دي، فانا ما عنديش رد عليك في الشكوك دي، غير ان ليها ادله تاريخيه مثبته في مخطوطات واحنا مسلمين بها. المؤلفين الاصليين للمراجع دي هم اللي سلمونا الحاجات دي واحنا نطلب في كلامهم. يعني اذا لقيت تعارض في النصوص دي او في المعاني الروحيه، والكلام بيشهد لنفسه. طيب. الفكر الروحي نفسه بيشهد لنفسه. يعني حضرتك عندك شك في الكلام اللي اتقال؟ معلش. يعني سعادتك بتقول كلام الان، سعادتك حضرتك انا دلوقتي مش يعني مش امور فلسفيه. يا سعاده القمص انت عايز حقائق تاريخيه ما تختلفوش عليها اثنين. يا سعاده القمص انت ترجع للمراجع الاصليه. ما فيش حاجه اسمها مرجع اصلي يا سعاده القمص، اذا كان الالاديم ما فيش اصول. طيب معلش انا متاسف. الاصل مفقود اساسا، اصول ايه بس؟ انا متاسف ان انا يعني ادخل معاك في القرار ده. ماشي يا صاحبي. مش لشيء غير ان هو مش هو ده سبب الرجاء اللي حضرتك بتتكلم فيه. ماشي ان ده كتب او ده كتب. ماشي يا صاحبي تقوم. يعني عندك شك من جهه كان معاك على الهواء مباشره الان سعاده قمص بخميس فؤاد، كنيسه مارا يوحنا، كنيسه العذراء، هو كنيسة العزاء ناجي حمادي، تاريخ الصيانة 3/16/80، التلهوال 12/77/44/397، أدي أمامكم أهو البيانات. القمص بخميس فؤاد. إيه رأيكم يا نصارى؟ علماء ما عنده فكرة، ما عنده فكرة، ما عنديش فكرة، ما يعرف. هؤلاء هم الصفوة، هؤلاء هم علمائكم، هؤلاء هم الكبار عندكم الإليت. اتصلنا بالنفس باسمه تدرس يعقوب مونتي نفسه ما عنده اجابات، بيقول لي ابعت لك على الايميل مش عارف يجاوب. المفسر معتمد في الكنيسه، ايوه قمص المفسر. البيانات كلها على التكسه، البيانات كلها على التكسه. القمص بخمس فؤاد، كنيسه ماري يوحنا وكنيسه العذراء ناجي حمادي. سعاده القمص نفسه يعقوب مونتي ما عنده اجابه، بيقول لي ابعت لك على الايميل. ايميل اللي هتبعته؟ ايميل اللي هتبعته؟ امال قاعد تفسر في الانجيل ازاي؟ امال بتفسر في الانجيل ازاي؟ امال بتفسر ازاي في الانجيل؟ امال بتفسر ازاي في الانجيل؟ شفتوا يا نصارى؟ مع تحيات اخوانكم في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله. الله اكبر كبير كل قلب مسلم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.